واللعب السريع ويعني كل حاجه بصراحه. الفتره فاتت حسام عاشور ودايما مستوى ثابت في الفتره اللي فاتت. حسام عاشور معانا على التليفون. ازيك يا حسام؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه يا نجم؟ انا تمام الحمد لله، ربنا يخليك كابتن. يعني ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب اداء مميز جدا وثابت فتره كبيره يا حسام، يعني مش الحمد ماتش لله او على ماتشين، لا يعني فتره كبيره جدا ما شاء الله. الحمد لله، التوفيق من عند ربنا والله يا كابتن كريم. الواحد عشان مجتهد الحمد لله ومن جواه يعني طيب زي ما بيقولوا، الحمد لله ربنا بيستر معايا الحمد لله. الحمد لله. حسام يعني ليك دايما ادوار مهمه جدا في نص الملعب، التامين، التغطيه، الجهد الكبير جدا. حسام غالي يعني شويه ممكن هو اللي يكون بيمسك كره او بيبدا الهجمه، انت يعني ليك دور تاني، التامين والتغطيه والمجهود الكبير، وتطلع الكره دايما ما شاء الله من رجلك، مفيش ميس باس. يعني النادي الاهلي لما حسام عاشور ما بيكونش موجود بنحس بفرق كبير جدا في خط وسط النادي الاهلي. طبعا اولا انا بعزي يعني اخواتنا في الشهداء في اسيوط قبل ما اتكلم، يعني ان شاء الله ربنا يرحمهم كده يا رب باذن الله. الناس يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله. يعني انا يعني الحمد لله زي ما قلت لك في الكلام في الاول، هي الموضوع كله الواحد الحمد لله بيجتهد، الواحد بيتمرن كويس، بيركز في تمرينه، بيركز في ماتشاته، بيركز في حياته اللي بره الكوره خالص، حياته الطبيعيه الانسانيه. الحمد لله ربنا بيكرم طول ما انت ماشي صح، وطول ما انت مع ربنا كويس، وطول ما انت مع زمايلك ومع الناس كلها الحمد لله كويس، فربنا بيسترها معاك. انا بقول يعني الحمد لله التركي دي اهم حاجه، اللي انت تركز في شغلك دي اهم حاجه. لازم الواحد يركز في شغله، يعني انت ما عندكش غيره طبعا. بقول الحمد لله طبعا على الاله ده. بالنسبه يعني انا بشكرك على الكلام اللي انت قلته ده. لا ده اللي احنا بنتفرج عليه ده، يعني ده الواقع، انا مش بجاملك. ربنا يخليك. يعني الفرقه كلها والله ادت بصوره كويسه. الفرقه كلها كانت مركزه، الفرقه كلها كانت عايزه المكسب ده عشان تفرح الشعب المصري كله. طبعا انا بهدل الفوز ده لمصر، لجمهور مصر كله، مش جمهور النادي الاهلي بس، ولا الالتراس، ولا جمهور الزمالك، ولا الاسماعيلي، جمهور مصر كله اللي محتاج اللي هو يفرح الفتره اللي فاتت دي. بهدلها طبعا للشهداء، شهداء اخواتنا واصحابنا الشهداء بقوا كتير قوي يا كابتن حسام الفترة اللي فاتت. كتير جدا. والله يعني مشاكل كتير وحوادث كتير، يعني ربنا يرحمهم جميعا. يا رب ان شاء الله. احنا كنا يعني مركزين جدا يعني من اول البطولة اللي احنا والله بسم الله نحاول ان احنا نجتهد ونعمل اللي علينا اولا عشان نجيب البطولة دي للشهداء اللي ماتوا في بورسعيد. فبقول الحمد لله قدرنا اللي احنا يعني سعينا ليه الحمد لله عملناه. وقلت طبعا مبروك للناس كلها، والحمد لله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله كاس العالم نادي وان شاء الله في كوره مصريه اكتر ان شاء الله. حسام قول لي يعني كابتن حسام البدري قبل الماتش كان تعليماته ليك ايه؟ ايه المهام اللي انت كنت المفروض تعملها في بدايه المباراه؟ لا مش ليا انا بس، يعني كابتن حسام ككل، يعني انت كحسام عاشور كدورك انت يعني. لا كدوري يعني الحمد لله الحمد لله، يعني كابتن حسام عارف ان انا يعني اي حاجه هتطلب مني الحمد لله بنفذها. الدور دفاعي يعني انا كان الماتش ده كان ليا دور دفاعي اكتر، يعني الناس كانت شايفه حسام غالي على طول كان بيهاجم، فانا لازم كنت اقف، لازم كنت امن انا الحته الدفاعيه دي شويه. فالحمد لله قدرت بمجهود زمايلي ان انا الحمد لله يعني في المنطقه اللي ورا دي، يعني الناس شايفه الماتشين، يعني الماتشين الماتش اللي في مصر والماتش اللي هنا، اول مره في حياتي بجد يا كابتن كريم اشوف نهائي الفرقه المصطدمه. يعني الفرقه الترجي فرقه محترمه جدا وفرقه كويسه جدا، دي ما اقدرش يعني لازم اديهم حقهم، بس الحكايه ماتشين نهائي ما يروحوش الا اربع خمس فرص بس بالظبط، عشان نبقى ماسكين الماتش 75 دقيقه 80 دقيقه. دي حاجه تحصل للعيبه دي، ودي حاجه تحصل للجهاز الفني ده، يعني الناس كلها تعبت عشان نظهر بالصوره دي. طبعا اكيد اكيد. بشكرك يا حسام ونتفرج عليك في اليابان ان شاء الله مستوى قد كده 100 مره كمان، وتبقى دور مهم جدا مع زملائك في ان شاء الله تحقيق مركز كويس باذن الله. بشكر حسام عاشور نجم النادي الاهلي، وبصراحه يعني حسام يعني اداء مميز وفتره طويله، يعني اداء مستوى